FM. الكل ملك. مش بالعالي. تنبيه هام، هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية، جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بإعدادها ثلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعاء بلا غير وكل تشابه بينها وبين الواقع، فرامي مش بالعاني. مع أولى قطرات الغيث النافع، أعطى السيد وزير تجهيز إشارة انطلاق مهرجان السباحة في الأماكن العمومية في وسط سوسة، مع حضور كل من السيد والي ورئيس البلدية ومدير عام ديوان الوطني للتطهير. ويذكر أن الألعاب تتكون من مسابقة 1000 متر سباحة كياس، ومسابقة الغطس في البالوعات، ومسابقة السياقة ضد التيار. وهذا من المتوقع أن تقام دورة ثانية للمهرجان في تونس العاصمة، حيث أكد السيد الوزير أن البنية التحتية في تونس قادرة على استقبال مثل هذه المهرجانات، بالإضافة إلى أن شركة نقل تونس قامت باقتناء حافلات جديدة قادرة على الغوص، مما يمكن من إقامة أنواع جديدة من المسابقات مثل الغطس الجماعي. وقال مصدر غير موثوق في وزارة الداخلية أن المعسكر الذي تم اكتشافه في سوسة ليس معسكر لتدريب الإرهابيين كما تم تداوله، بل بالعكس هو معسكر للمصايف والجولان، يتم استغلاله أحيانا من قبل مجموعة من الشباب لممارسة الرياضة وألعاب القوى، وأن الوحدات الأمنية تدخلت لإخلائه نظرا لعدم وجود إمكانية مادية، ووزارة السياحة استغلته كمركز لاستقبال السياح. هذا وقد عبرت كتيبة عقبة نافع في بيان لها عن استغرابها من وسائل الإعلام لترويج هذه الإشاعات، ودعت جميع الإعلاميين إلى الاتصال بها والتثبت من المعلومة قبل نشرها. بعد تعيينه رئيسا مدير عام على التلفزة الوطنية، قال الياس الغربي في تصريح حصري لمراسلنا أشرف العطروس أنه سيعمل على الشروع في عدة إصلاحات في التلفزة بهدف الترفيع في نسبة المشاهدة. وهم الإصلاحات إلغاء الإعادات لكل من شوف لحل جمرة سيدي محروس ومنامة عروسية، وسيعوضها بإعادات لإنتاجات جديدة للتلفزة على غرار وردة وكتاب ودار الخلاعة. وقد أعرب الياس عن إعجابه الشديد بالتجربة التلفزية في تشاد، وأنه سيعمل على إرساء العلاقات بين التلفزة التونسية وتلفزة تشاد من خلال انطلاق بث موحد في بداية شهر أكتوبر. قال مسؤول سامي في رئاسة الحكومة أن الدولة التونسية ستشرع في فرض عطلة إجبارية سنويا مدفوعة الأجر لفائدة العمال التونسيين، نظرا لارتفاع نسبة الإرهاق في صفوف العمل خاصة موظفي الإدارات بسبب العمل لساعات طويلة. وفي نقاش حول هذا القرار، قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل أن العمل سيتكون من يوم واحد للراحة، ويذكر أن مردود العامل والموظفين التوانسة بلغت 120%، والإدارة التونسية لم تسجل حالة غياب منذ 11 و2000. تمكن أعوان الديوان اليوم بالتعاون مع الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على المواطن قادم من جمهورية روسيا الاتحادية بحوزته حقيبة تحتوي على كمية من الشوكولاتة مسممة بدواء الفار بعد تحليلها مخبريا. وقد اعترف المواطن بأنه تعمد فعل ذلك لتسميم عمال المطار الذين قد يسرقون محتويات الحقيبة نظرا لتعرضه للسرقة من السابق. ومكن الوحدات من بعد التحليل إلى إخلاء سبيل المستعمل لمادة دواء الفار بعد استكمال التحقيقات. وإلى الأخبار الدولية، قالت مصادر غير موثوقة طبعا أن زعيم كوريا الشمالية اتخذ قرار لعقوبة معارضيه أشد من الأعدام. وذكر نفس المصدر أن الزعيم الكوري فكر في عقوبة تكون أشد من الأعدام، فاقترحت الحاشية عقوبة النفي إلى تونس. الكل ملك.